يتخلص من عبد العزيز الطارقي. كارلوس سانتوس خطره، جول جول، بدايه جديده لوحده جديد من مهند عسيري، وهدف اول وحداوي. حلوه جميله جدا، متابعه جميله جدا من مهند عسيري، ويسجل اول الاهداف، اول الاهداف واول البدايات مع مهند عسيري مع الهدف الاول. ومهند عسيري استغل الخطا من كارلوس سانتوس وسجل اول الاهداف. يا سلام، حلوه من مهند عسيري. مهند عسيري يبدا هدف اول، بهدف اول للفريق الوحداوي، يسجل اول الاهداف. كره تلعب احمد كانو، شوف 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 الاعاده. يا سلام، حلوه 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 والله، حلوه من مهند عسيري، المتابعه الجيده. وكارلوس سانتوس، شوف كارلوس سانتوس، وبالراس، كانت سهله وقصيره جدا على حارس المرمى عبد الله صالح، وبالتالي كارلوس سانتوس يرتكب خطا فادح، يسجل منه مهند عسيري اول الاهداف الوحداويه واول البدايات مع مهند عسيري. متابعة ممتازة جدا من المهاجم الخطر مهند عسيري. كرة معاه وعباس القيطي مغطي معاه تغطية سليمة، الشريف يلعب عرضية وفرقات يلعبها حلوة ويكمل السالم. الله الله على المتابعة، الله على المتابعة، والله على اللعبة الجميلة. حلوة من فرقات، والمتابعة من يوسف السالم. أول أهداف يوسف السالم في هذا الموسم، أول أهداف يوسف السالم في هذا الموسم. يا سلام، حلوة جميلة جدا، المتابعة حاضرة من يوسف السالم، والفرحة موجودة على رئيس الاتفاق الأستاذ عبد العزيز الدوسري وخليل السياني، والجماهير الاتفاقية سعيدة جدا بتسجيل أول أهداف الاتفاق، أول أهداف الاتفاق. الاتفاق يعود بالتعادل قبل نهاية شوط المباراة الأول، ومع نهاية شوط المباراة الأول وقبل الوقت بدأ الضايع راح نشوف، وشوف يوسف السالم. حلوة جميلة من فرقات، حلوة من الشريف، ممتازة جميلة جدا، عرضية، يا سلام، حلوة حلوة. عساف القري والله خلصها، لكن المتابعة من يوسف السالم، سجل الأول الأهداف، أول الأهداف. حلوة حلوة جميلة جدا من فرقات، والمتابعة الجميلة من يوسف السالم، والمتابعة حاضرة سواء من مهند عسيري ويوسف السالم، والمهاجمين اليوم يسجلون الأهداف من يوسف السالم. مهاجم الاتفاق يسجل أول أهدافه في هذا الموسم، السالم، السالم يوسف، السالم يوسف يسجل أول أهدافه.